لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حاشا مكتب تأجير سيارات ذا مو موقف استراحة. بعدين أساسا من ذا اللي موقف قدام استراحتنا؟ أصلا يا عيال السيارات ذي غريبة، أول مرة أشوفها بذا. لو سمحتي. خير. هذه تبعكم السيارة؟ إيه ذي تبعنا وذي بعد تبعنا، ليش عندك؟ شايفكم تمونون واقفين قدام استراحتنا. عفوا بس المواقف باسمك؟ لا مو باسمي، بس ما تشوفين؟ الاستراحة ذي رقم 5. وذي استراحة رقم 4 استراحتنا. ما شاء الله جيران يعني. أهدى منزل مبارك. أهدى خلاص أهدى. أقول الحين وش علاقة استراحتكم هنا توقفون هنا؟ وش دخلك وين نوقف؟ بعدين هذه المواقف للاستراحات كلها. يا أختي الكريمة هو قصده أن السيارات تقف بذا. ترى بدي ولا متقدمة مواقف السيارات شيء مقدس عندهم، مثله مثل الميزان الخاص بك. مو كل من هب ودبجة لبت. يا ابن الحلال أي دول متقدمة أنت قافلة معك لأن سحبت عليك. يا واد لو أنا في مكانك ما أسيب الموضوع يعدي كذا، رجال كبير وشنبك في وجهك. أي شنب؟ شنبك إنه شنب نامق اللي بعدنا نولينا. والله لو أحطها براسي ما تعين لخير. حطها براسك خلنا نشوف شو بتسوي. ورا ما تشرب زين لا ألطمك بقفة يدها نثر سولك بذاك. بس هول بلا بهللة، فينك على المزمزيل؟ زد دجاجة قاعد. اللي عيال وين ياسر؟ ما ندري. يا بنات سنابات ريماس صايرة مرة تجنن، خصوصاً فقرة الطبخ، يا عليها ورق عنب مو طبيعي. اي والله يا بنات تحسون كذا طعمه طالع من الشاشة، تحسون كذا في لسعة حموضة على شيء سبايسي، شيء للآخر. الحين ورا ما واحدة منهم تفك الاير دروب وتريحني من هالوقفة. لا والله معليش صراحة ما أحب طبخ هذاك الزوج، أوكي شاطرة بالإخراج والزوم لحركات، لكن إذا على الطبخ ما من نفسها بتخذيها من عندي يا حبيبتي. لا والله حرام عليك، على الأقل عندها محتوى مو مثل غيرها، توتوريال ميك اب، ماسكات، خرابيط. والله من السوالف الخاطرة بعد. صدقون يا بنات عاد، كل ما طلبت ماسك من موقع جديد خرب لي بشرة زيادة، عجزت ألقى مكان فيه ماسكات مناسبة. على طاري الماسكات تخيلوا بنات أنا طالبة ماسك طين هندي من شهرين، لا رجعوا لي فلوسي ولا جابوا الطربي. طب وشو لا تطلبين من الموقع؟ أصلاً في محل شرق الرياض عندهم كل الماسكات اللي تطلبون. وين؟ دلينا عليه. طب خلاص شوفوا يوم كذا واخذكم. لازم. أنت ما تترك حركات التميلح عنك. إيه جتني مكالمة مهمة وزي ما أنت عارف الخيمة ما فيها شبكة. إيه صادق الخيمة فيها عوازل. أبو تسريفتك البايخة يا شيخ. وش تبي أنت؟ أنت اللي وش تبي؟ أشغلت خلق الله. اترك عنك حركات المراهقين ذي يا ياسر، الى متى شوف شنبك وش كبره، شوف لحيتك، عيب عليك يا اخي، انت ولد حموله طيبه ورجاله نجودي، ترى بحلك موس ها عقل اكبر يا اخي اكبر. الى متى اعلمك انا؟ ترى اذا ما عقلت بسحب جوالك. لا خلاص اوكي. العيال مشتهين كبسه، تعال قطع معي الدجاج. يلا. أبوك الداشر خمس قدام.
انتم نادين احد بنات؟ لا ما نادينا احد. اكيد ملك طلب اكل. يا قلبي لا والله ما طلبت شيء. طب دقيقه بقوم بشوف مين. بيشوفك. نعم خير ان شاء الله. مي وين ها؟ خلني من مي الحين، وش ذا الطق كسرت علينا الباب؟ تستهبلين انت؟ ولا شكل مي من عندكم انت جاي تغطين عليها؟ وش اللي استهبل وش اغطي عليها؟ نعم خير وش تبي؟ اقول اختي مي وين ها؟ اها الحين انت اخو مي؟ سبحان الله الله خلق وفرق. دقيقة دقيقة الحين بناديها لك. يعني قلت الاستراحات ولقيتوا تستدرون لهنا؟ ما تستدرون جنبكم شباب؟ وانا وش دخلني فيهم يا نواف؟ انا والبنات هنا في استراحتنا وحالنا حال انفسنا. لا يا شيخه واخري بس خليني اشوف شكلك ده. سلامات سلامات صديقاتي. نعم مشواش عبد الاب. ليش فيك خفتي؟ في شيء؟ اعترفي. تراك مريض وغثيث ومفشلني. والله توني ادري اللي يخاف على اخته ويكون حريص عليها يسمونه مريض. العموم تأكد لو في شيء مستخبي عني مصيره مع الوقت بيظهر ويبان. اوكي وعلى العموم ترى كل شيء سويته بقول للماما. اصلا امي تدري وبالعكس فخوره فيني اني اخاف عليك واكون حريص عليك. انقلع. ايه سلامات يا عيال. الطبخه اذا كثروا طباخين خربت. يعني ذي حكمه المفروض. لا 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 تبهل الحين يا ابن الحلال. انت قايل حط الملح والبهارات سوا. ايه بس مو بالحين. اركض يا عيال وش فيكم؟ خلاص استريحوا انا وصالح بنضبط الكبسه. يا اخي اثبتي لا تتحركين. ما تحركت انت اللي يدك تهتزي. بنات بلا استهبال هذه ثالث مره عيد سنابه. بنات تشمون ريحه الطبخ؟ هي اكيد السملق اللي جنبنا. ام العيال هي من غيرهم ما حد يحط بصل هالكثر الا العيال. عيوني قامت تدمع والله اني يعني اشتهيت كبسه بعد. خلي الشغاله تطبخ لنا. اقول عنك انت الثاني الشغاله بعد تقطع بصل كم الراسس وبعدين غاز ما فيه الله يسلمك شلون تطبخ. اسلم ما شاء الله. ها سموا يا عيال يلا. اوه شطه مهبول انت مخلي الصحن وتاكل من قدر حكاكه. ايش عرفك يا ابوي الحكاكه دي احسن من الكبسه. انتم نادين احد؟ لا قل ما افتح الباب يا كفته. وليش انت ما تفتح الباب؟ انا جوعان. احول سامي ايش بغيتي؟ ابد والله الغاز قضى صراحه ودبه الغاز ثقيله. طيب وش اللي طيب؟ العامل يقول ما يقدر يشيلها من جوا وحنا بنات ما نقدر. انت مستراح اربعه؟ ايه دامكم صديقات هذه ما والله اعاونكم. اقول يا حيف على الرجال بس. يا شيخ روحي بلا حيف بلشتها. مالت عليك بعد مالت. سلامات وش في؟ لو سمحت اخوي ممكن تساعدنا؟ اساعدكم؟ ايه. اوف 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 اتحداك الاستراحه البطله. عندكم مظلات يجيكم مطر هنا. شرفك انت هذه زينه وحركات. انا ما اشوف الا برمضان بس. عاد تصدقين استراحتكم اقوى من بيتنا. لا حول قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايه وين مدرعم؟ نانسي معكم؟ ايه قلتني كده. وش رايك؟ ما شاء الله حلوة. اقصد كم قطتكم؟ 5000. هجري ولا ميلادي؟ ضحكتنا. ذي معكم؟ ايه طال عمرك معنا. وليش جايبينها شبهة؟ والله مش شبهة اللي انتو طاقيتك ذي. كيفكم؟ انا جايكم ناصح. 5000 5000 5000 5 5 يعني 5 بخمسة 25.
ترى انا شاطر بالحساب اعجبكم، يعني كثير واجد 25,000، من ذي اللي زرفتكم؟ 5,000 هذه بس تاسيس، قطتنا تبدا من 3. 3 يناير؟ لا فبراير. اتحداش يا شيخة. اخلص علينا. هذه معكم؟ اي معنا. حرام عليكم، جايبينها من الدخل، كان اخذت لها استراحة في الشفا، في الحزم، في بنات كثير هناك يحتاجونها. غثيث، نفس طينة نواف. نواف؟ من نواف ذا؟ اقول اقعد بس، مسوي محرمنا انت. نواف اخو مي. اخو سنتي؟ اي اخوي. طيب ما دام عندك اخو، ورا ما خليتيه هو يشيل دبة الغاز، تشغلين خلق الله وتنادينا؟ اسمع تراك كثرت علينا، الحين بتساعدنا ولا توكل؟ لا 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 بساعدكم، وين المطبخ؟ هذا المطبخ. طب عادي تجين توريني اياه؟ انا بوريك اياه. يلا امشي ابو حمود. هلا والله بالعيال، ادخل ها؟ روح للدخل. امشي ابن الحلال. يلا امشي 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 امشي. والله انه خفيف دم. خفيف دم؟ يا ولد! اثقل اثقل. أنا ما بيزيل هذا دبة ألوان، أنا سيل سمسم هذا دبة برتقالي، أنت معلوم ولا ما في معلوم؟ هلا معلوم، وهو صادق، وراكم مشخبطين عليها، كان خليتوها مثل خواتها برتقالية. بموت بنات، الحين صار لي شهر أرسمها وذا يقول شخبطة؟ لو سمحت، هذا فن تجريدي عشان لا ينكسر له مطبخنا. أنا اللي بينكسر ظهري، وش دخلني أنا فن تنجيدي ولا مو تنجيدي؟ تجريدي. الزبدة، ظهري بينكسر. خلاص خلاص بنات ما له داعي كبسة، بنطلب من مطعم. كل هذا علشان كبسة؟ كان قلتولي من الأول. ولا حركة، ولا واحد ياكل منكم ولا لقمة. أبغى أغرف البنات الاستراحة. ملزومين بهم حنا، وتاخذ الأكل من قدامنا، وعي باه بس. وعي باه عليك، ما تستحي على وجهك، هذول بنات اعتبرهم مثل خواتك. بعدين أخاف ينحتونا يا عيال. عامر عامر بقي لنا شوية. أبقي لك شوي؟ أبشر أبشر. يا أخي أنتم ما تعرفون بالمرجلة، بنات ذولي بنات جالسين لحالهم. هذه الكبسة لسه أنت أخوياتس، لا تأكلين الحالس. وش دعوة، يعطيك ألف عافية يا رب، مشكور ما قصرت. في ربي ذا العامر. عامر نسى يعطيكم الشطه والجرجير، دائما ينسى الله يصلحه. يا الله يقرفك. شكلهم ما يحبون الجرجير. واو عاد مره متحمسه الاكل العيال. هات الصحن كرولا. والله ما اكل لو اموت جوع. انتوا ما شفتوا يده كيف كلها شعر وزفر؟ وع وي على اساس عمال المطعم مسويين بديكير ومنكير. والله حاطين مناكير ولا في دينهم شعر، ماكله ماكله راي عقب شر. عاد تصدقون ولا طبخهم ازين من طبخنا. بس يا عيال استراحتهم ضبطه ومزبرقه واحسن من استراحتنا. ايه يا حبيبي البنات دائما كذا يهتمون في ادق التفاصيل والجماليات. هيا خذها، كيف تبغى جماليات في استراحتنا وشفاط النمل؟ كيف كيف وشو مزز؟ ايه استحي على وجهك، ترى هذول مثل خواتنا. غريبة، ما قالوا لي افتح الباب زي كل مرة، أكيد شخصيتي صارت قوية. هلا والله بصلوح. يا هلا والله وغلا يا عيال، راشد ودخالتي. وهذول يا اخوياي حسين ومضحي. هلا والله حسين. هلا فيك والله. أجل وين مضحي؟ مستحي ما دخل. يا مضحي يا مضحي، ما تشوف انت؟ ما تشوف ناظر تحت يا اخوي مره ثانيه. طيب ابشر. انت مضحي؟ انا مضحي. شكلك نصراوي. نصراوي ودم ضروسي بعد الثريان. اقلط حياكم الله. يا هلا يا هلا. امسك يدي لا تدعسك سياره. اوكي وش سالفتكم انتم؟ احنا كنا كاشتين للبر رايحين لاخويانا وولعت لمبه الماكينه وقلنا نمركم في الاستراحه. وين اخوياكم؟ اخويانا رجعوا. خلهم يجون. تبون شيء منهم؟ اي خلهم يجيبون كافي. دق عليهم. دق عليهم. كم عددكم؟ حنا 10 ونص. اسمع خلهم يجيبون من كيان. بنات شاي ولا قهوة؟ شاي. هلا والله. هلا هلا حي الله من جانا. تفضلي تفضلي. يا أهلين. أسورت ونورت والله. بنات رحبوا بضيفتنا بنت عمي هند. هلا بنات كيفكم؟ الحمد لله كويسين. رولا بالله أبيك بكلمة.
اقعد اقعد، ايش فيس واقفه؟ شاي ولا قهوه؟ ما تبي شيء؟ مو قلنا ما نبي ضيوف غير اللي قاطين بالاستراحه؟ يا اختي وش اسوي؟ هي شافت ستوري سناب عندي وسمت بحلقي الا ارسل لها لوكيشن. قولي اسفه ما اقدر. صح يا انتي، وشون اقول لبنت عمي اسفه ما اقدر؟ رولا اذا مو قد كلمتك لا تقطين معنا من البدايه، وتراك انت اللي من اول تقولين ما نبي ضيوف ما نبي ضيوف. اقول بس لا تكثرين هرج، شربت القهوه الحين وبتطلع. اوكي بس حتى انا بكره بعزم بنت عمي منيره، توها تخرجت وبسوي لها حفله واشوف واحده منكم تعترض. كذا نظامك يعني. ابتعد عني محبات وش تبيني، ابتعد عني محبك وش تبيني، قدرك الغالي رميته في الثرى. يهو قدرك الغالي رميته في الثرى. شباب شباب، الفوطة دي من هنا، معلش استخدمتها. هذه لي أنا بس عادي، إذا خلصت منها ذبها في الزبالة. بنات ليش جايبين كيكتين؟ أنا أقول لكم الصغيرة بصفقها في وجهها عشان أبي أرد لها حركة سوتها فيني قبل 5 سنين، والكبيرة عادي تصير هي الأساسية اللي نقطعها وناكلها. أم الحماس يا شيخة، بس اسمعي أنا عندي اقتراح أحسن. ننقل الحفلة ذي كلها جوا، نطفي اللمبات، وإذا دخلت نولع اللمبات، تصفقين أم وجهها بالكيكة. طبعاً الأخت تصور الموقف كله. معك، لكن المرة الجاية والله لجرجرك عند الشرطة يتصرفون معك. يا المليح قطع عند الأشكال. أوه معليش نسيتها. ألو مي، أنا وصلت الموقع. أوكي خلاص وقفي سيارتك وتلقين الباب مردود. وصلت يا بنات. والله انك كفو يا شيخ، ام ناقشني اللي بصير. والله مره حماس. وش ذي الاستراحه؟ ازعجتنا. تعالي استراحتنا، تعالي استراحتنا. خايس مي يلا يا هذول يستهبلون. ماها you
بنت الناس ما حد لامس، بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي، هي تغار مني وتكرهني وتحس إني أنا أحسن منها، وأنا دائما حذرة منها، بس اليوم اللي أطيح في شباكها. شباك مين يا أمي؟ إيش الأرجة؟ ترى هي أخذت مني صورة الكارتير، سرقتها ودائما طلع عني كلام مو زين، كل هذا عشان معاذ ولد خالتي خطبني ما خطبها. يرحم والدينك، حميش السالفة. أجيب لك مويه. إيه عشان تخدروني وتسوون كل اللي قاعد عليه. من هذي؟ بنت عمي ماي. ماي جد جدي بنت جد. يلا 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 كل شي جاهز؟ هلا عادي والله حلو، من وين شارينها؟ من أسواق العويس. أنا آسف بس جيت أقول لكم إن منيرة عندنا بالاستراحة، بس خلاص أشتري مواجهتي. أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية أبو طاقية. عيون أبو طاقية. شكلك ضحك، بس تغسل وجهك؟ لا لا ما يحتاج، أبغى أخليها للذكرى. ذكرى ها؟ ذكرى؟ أنا اللي بخليكم للذكرى والله. أتحداك.